السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشركم مبروك أخوتي، عيد مبارك وسعيد، الله يدخلوا لكم بالصحة والعافية بإذن الله. كمشنا مجريات المحاكمة الأخيرة واللي كان الحكم ابتدائي ديال دنيا بطمة اللي كانت هي 8 أشهر والأخ ديالها سنة، وعائشة هياش سنة ونصف. آخر أخبار أخوتي، من بعد ما مشات وخرجت دنيا بطمة مع الزوج ديالها اللي أصلا هو مخصوش يدخل ومنع كليا دخول أي واحد يساند داخل السجن، هذا معروف الأعراف يعني قوانين الدولية في المحاكم. كما شنا دنيا بطمة في أيام العيد، أولى أيام العيد كتعيش لحظات عصيبة عصيبة وحالة نفسية جد مسرية لكون هذا الخبر اللي سمعته اللي طاح لها كالصاعقة. فبالأمس كما كان المصادر موثوقة أن دنيا بطمة فهي حالة نفسية تم على إثرها يعني على عجل، يعني داوها للسبيطار العائلة ديالها وكيصبروها هادشي كامل، أنها تصدمات من الحكم وكانت دايرة في بالها على اساس غيكون تدخلات من سلطات عليا باش تم، يعني ربما كانت كتحاول تحصل على كفاله، يعني ربما كفاله ماليه مقابل صراح مؤقت. ولكن الخبر الاكيد اخوتي يعني من مصادر موثوقه واللي كتاكد ان هاد دنيا بطمه والمحامي ديالها اللي المخطط اللي باغي يديره مهنا القدام يعني في الاستئناف محكمة استئناف، هو أن في حالة ما سالفوا الحكم فغيكون الحكم يعني 8 أشهر نافذ، حكم 8 أشهر نافذ، ولكن ديك العقوبة غتمر يعني في الفيلا ديالها بمدينة مراكش ومع السوار إلكتروني يعني مراقبة قضائية، جميع التحركات ديالها يعني ممنوع أنها تخرج من الفيلا على مدة هذه 8 أشهر. وهذا دليل على أن المحكمة تحاول يعني كما نقولوا تجي بهذه الدرجة، يعني تجي أو تعاطف مع هذه الدنيا باطمة لكون أنها حامل، وهذا لا يعني أن الحمل يمنع من السجن داخل الوداي، لأن كنشوفوا في يعني في المحاكم العالم يعني وحتى في المغرب صراحة أن نساء حوامل وتحكموا بالسجن ودوزوا يعني العقوبة السجنية داخل السجن، هذا دليل على أن القضاء مازال يعني هذه غير خطة باش ديك الدنيا، لأن احنا شنا هي خارجة يعني هاد اليومين الأخيرين خارجة وكتشطاح، المحامي ديالها كيمدح القضاء وزيد وزيد، هادشي كامل أخوتي راه باين وواضح، وحتى المحامين ديال الناس اخرين حتى هما كيحاولوا يعني كيشكروا القضاء العمل الجبار اللي كيقوموا به. هادشي كامل اخوتي حنا يعني الناس يعني كنعرفوا شنو علينا وما علينا وعارفين المسار ديال هاد الحكم وهاد الدنيا باطمه اللي مازال كتاكد كانت كتاكد من خلال مجموعه من الخرجات كتقول انا عمري ما ندخل السجن، ولكن السجن غيكون ولكن بطريقه اخرى، انها غتبقى في المنزل ديالها، السجن غدوزو في المنزل ديالها، وهذا دليل كما قلت ان المحكمه تحاول تتعاطف مع هاد المغنيه. احنا ضد هاد الفكره، ضد هاد الفكره لانها تنافي الاعراض الدوليه وكذلك الحكم للتحكم ابتدائيا خصو يطبق يعني في الاستئناف، ربما يكون تخفيض او لا زياده في الحكم، ولكن هذاك العقوبه السجنيه خاصها تمر وتدوزها في الوداية في سجن الوداية مع الاخت ديالها ومع ذاك المتهمين باقي المتهمين، والا غيكون هناك يعني غير لا مساواه، ما كاينش تم العدل هنا، نوقفوا في واحد المساله انه ما كاينش العدل صراحه اخوتي. احنا كمتبعين لهذه القضيه فكنتمنوا من الله عز وجل، من الله عز وجل يعني كما الخبر اللي خرج يعني بحكم 600 اشهر فهي كان بوادر، الحمد لله كاين بوادر، ما كايناش البراءه، ولكن احنا بغينا نطبق القانون على الجميع،
على الجميع، ما بغيناش ديك الحكم ديال كما كيديروا الدول، يعني مجموعة الدول المتقدمة، يعني شي واحد كيتحكم وكيدوز العقوبة في المنزل وكيديروا ديك السوار الإلكتروني، هادشي ما بغيناش اخوتي. بغينا كما دوزوا ديك المتهمين في هذيك القضية باش يكون عبرة لأي واحد قام بهذا العمل، لأن هذا العمل اللي قاموا به هذا الحساب، وأن الدنيا قد تحدى الجميع، قد تحدى الجميع، حتى أن عندها كانت عندها فرص كثيرة، فرص كثيرة باش يعني تقوم بالاعتذار للشعب المغربي، المتبعين، الناس اللي كانت هانتهم، اللي كانت جرحاتهم، اللي كانت، ولكن هي بقات متبع ديك سبب المشاكل، بقات متبع غير المشاكل، المشاكل ربما كتكرهها في المشاكل. هادشي اللي بان لنا خوتي، حنا بغينا القانون مرة أخرى يطبق على الجميع. إذا كان الزوج ديالها اللي يعني ملياردير ديك محمد ترك رجل أعمال، و يعني عنده كما نقولوا كيقوم يعني إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية لصالح هاد دنيا بطمو، لصالح مجموعة من الفنانين، فهذا لا يعني أن المال هو اللي غيغلب في هاد القضية. فهاد المسألة يعني تحسمات، يعني ما بقاش الأمل في المال باش يحاولوا يبرؤوا هاد الدنيا، لأن القضاء المغربي فهو صراحة راه عاق، بمعنى بهذه الكلمة عاق، وعرف شنو خصو يعمل، لأن هادشي وصل العالمية، وصل الدول العربية، ربما مشاو للسلطات العليا اللي عطات الأوامر باش تكون يعني الحكم عادل، الحكم يكون عادل على الأقل، باش تنصفوا ديك الضحايا وداك المظلومين المكلومين. وكنتظروا اخوتي مره اخرى استاذ ميديمي، استاذ ميديمي هذاك الاستاذ اللي مازال يعني مسجون، هباء يعني هباء منثور، يعني ضحيه الاعتقال التعسفي. هذا السيد هو كان الاحرى انه يخرج من السجن، لا داعي للمتابعه ديالو، لانه عنده يعني ملف، نتبع ملفات كثير في بالاخص الملف ديال هاد الدنيا باطمه، واللي منعوه الحضور للجلسه اللي كان عنده مجموعه من الوسائل، مجموعه من الشهادات تثبت تورط هاد الدنيا. لو حضر هاد الاستاذ ميدي من الجلسه ديال هاد اليومين هادي، لو حضر لكانت العقوبه اشد، لانه كان غيفجر شي حوايج يعني صراحة غيقدر تصدم فيها القاضي، يعني مثبتة أنه كان بالرغم من ذلك فأنه تعرض للتهديد بالقتل، تهديد بالقتل، فهذا يعني أن هذه العصابة فهي خطيرة، خص الترداء وخص أقصى العقوبات، أقصى العقوبات أخوتي. فيما يخص الحكم، فمجموعة من الدول العربية فهي تثني على هذا الحكم اللي قامت به المحكمة الابتدائية من مراكش، وتعتبره حكم يعني يعبر عن تصالح الجمهور والقضاء، بمعنى أن القضاء صحح ديك كما نقولوا التعطال، ديك كما كانوا كيعطلوا الملف وتعطيل يعني تأجيل الجلسات اللي كانوا كيأجلوهم. ف هذا يعني ان كانت الدنيا باطمه كتحاول ان تهرب من هذه التهم، وفي الاخير الحمد لله في القضاء المغربي اللي فطن هذه الخطه اللي كانت تقوم بها هذه الدنيا باطمه، وصدر الحكم عاجل قبل العيد، قبل العيد، بمعنى ان خص يصدر الحكم باش يتم الاستئناف مره اخرى، وبالتالي يطوى هذا الملف نهائيا، وحنا بغينا هذا الشيء كامل لصالح يعني اي واحد سولت له امره وقام يعني بفتح حساب و يعني يفضح الغير بدون علم، ويشوه ويقوم في افعال شيطانيه اللي كيعاقب عليها القانون. حنا اخوتي دائما مره اخرى دائما مع الاستاذ ميديمي، خصنا نوقفوا معه وقفه رجل واحد، فهو الان داخل السجن كيعيط ميت تما، ومخلي الوالده ديالو يعني، وهي في حاله صحيه مزريه، ويعني توحشات الابن ديالها. هذا يعني ان هذه دنيا باطمه لا شفقه ولا رحمه لهذا السيد، امام هذا السيد، يعني
كان يعني من الأحرى أن تعترف تقول هذاك السيد مظلوم، ولكن ما من السيد راغي فيه الخدمة، شفوا فيه كما قالوا، عبرنا عليه. اش كي يعني، اش غنتظروا من هادشي كامل اخوتي؟ اش غنتظروا من هاد العصابه؟ واش غنتظروا من هاد الدنيا باطمه اللي مازال عقلها طايش؟ الرقص داخل المحكمه، الرقص داخل المحكمه. فهذا يعني ان هادشي ديال التبرهيش اخوتي، صراحه التبرهيش. بغينا القانون يمشي للمجرى ديالو، وان شاء الله في محكمه سيناف تاخذ الحق ديال جميع الضحايا ان شاء الله. اخوتي القاكم في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.